بعد يوم واحد فقط على اقتراح روسيا عقد مؤتمر ثلاثي بينها وبين تركيا وميليشيا نظام أسد، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الخميس تصريحات جديدة تذهب أبعد في طريق التلاقي مع دمشق. لا أحد يعرف إن كان أردوغان قد أراد التعليق على الطرح الروسي الأخير من باب التعقيب أم كان يريد من خلال تصريحاته الأخيرة التفاعل الإيجابي مع هذا الطرح، لكن الواضح أن تركيا تطور على نحو متسارع سياسة الأذرع المفتوحة تجاه بشار ونظامه، هذه السياسة التي باتت صريحة خلال الأشهر الأربعة الماضية وتحديداً منذ قمة دول مسار أستانا التي عقدت في تموز يوليو الماضي واستضافتها العاصمة الإيرانية طهران. يقول الرئيس التركي إنه عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، ويكشف أن الرئيس الروسي قابل ذلك بإيجابية. أردوغان جدد الشكل الذي يمكن أن يحدث من خلاله التلاقي المطلوب، بحيث يبدأ بلقاءات المسؤولين الاستخباراتيين ثم بين وزراء الخارجية والدفاع ويتوج في النهاية بلقاء قمة. وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات، يقول الرئيس التركي. من ناحية تركيا يمكن القول إن كل شيء بات جلياً وإن الخيار لم يعد تكتيكياً كما توقع أو تمنى كثير من السوريين، فنحن أمام تصريحات واضحة صريحة تؤكد رغبة جامحة لدى أنقرة بالتطبيع مع دمشق بل وبالتعاون مع النظام أمنياً وعسكرياً وفيما يتعلق بعودة اللاجئين والمناطق التي سيعودون إليها وترتيبات هذه العودة. ومن ناحية روسيا فلا داعي للقول إن نظام بوتين يدفع وبقوة لإنجاز الأمر وله في ذلك منافع ومصالح كثيرة، لكن على ما يبدو فإنه بحاجة لعصا كي يهش بها على غنمه من أجل السير في هذا الاتجاه، وغنمه هنا هي ميليشيا نظام أسد التي تظهر حتى الآن تمنعا وتضع شروطا قبل المضي قدما في التطبيع مع تركيا. في النهاية لن يضطر الروس لأكثر من التلويح بالعصا كي يرضخ بشار الذي قد يكون أكثر رغبة في هذا التطبيع حقيقة، إلا أنه من باب الاستعراض الإعلامي لا أكثر يبدي هذا الدلال. لكن ماذا عن قوى المعارضة السورية ومؤسساتها الرسمية؟ ما هو موقفها؟ ليس المعلن بطبيعة الحال، إذ ليس لدينا موقف معلن لها بهذا الخصوص سوى التأكيد على التمسك بالحل السياسي على أساس تطبيق القرارات الدولية، بل نتحدث عن موقفها الحقيقي، هذا إن كان لديها موقف حقيقي بالأصل. دعونا نختصر ونتحدث بشكل مباشر. ماذا لو أنجز التطبيع بين أنقرة ودمشق خلال وقت قصير، ولنقل قبل توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القادمة بعد 6 أشهر؟ هل ستكون هذه المعارضة قادرة على رفض الضغوط أو الإملاءات التركية بإنجاز مصالحة بينها وبين ميليشيا نظام أسد؟ لا يتعلق الأمر هنا بالمعارضة السياسية، بل الأخطر هو الجزء المتعلق بالفصائل العسكرية الممولة والمحمية من قبل أنقرة. هل ستستطيع هذه الفصائل أن ترفض مخرجات أي اتفاق بين تركيا وروسيا وبشار، خاصة إذا كان فيها ما يتعلق بالتعاون مع ميليشيات النظام فيما يسمى مكافحة الإرهاب؟ ألا يجب أن تقر قوى المعارضة السورية السياسية والعسكرية اليوم بأنها تقترب من الوصول لخيارات صعبة وأن الأمر تجاوز الكلام المرسل والمبدئي إلى الجد؟ لكن ما هي الخيارات المتاحة أمام هذه المعارضة في حال غامرت وقررت التمرد على التوجهات التركية في ظل غياب البديل وعدم وجود من يدعمها ويحتضنها؟ أسئلة صعبة بالطبع، لكن أليس توقع التفكير بتمرد هذه القوى على القرار التركي مجرد ضرب من الخيال بعد أن باتت هذه المعارضة تابعة بشكل كامل لأنقرة؟ هل يبقى أمامنا والحال على ما هو عليه سوى الدعاء بأن تكون التصريحات التركية مجرد مناورات مؤقتة لا أكثر، حتى وإن كانت جميع المؤشرات تقول غير ذلك؟